مثل ما كانت الفرحة بالنسبة لهذا الرضيع، كان أيضا فيه فيديو اللي انتشر هذا الأسبوع لطفلة تودع أمها الممرضة داخل المستشفى وما قدرتش تعنقها، وأيضا لأثار كثير من التعليقات. كثير من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نروح نتابع بعض التعليقات. إن ربك لبالمرصاد، نفس دموع المسلمين في كل مكان من حرق وتعذيب واغتصاب وألم، حسبي الله ونعم الوكيل وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله، نفس الشيء اللي حصل لأطفال الإيغور بعدما فرقتموهم عن عائلتهم. لكن آخرين دخلوا في تعليق وقالوا الطفلة تودع أمها، الله لا يقطع القلب، ربي يردك لأمك بالسلامة، الله يستر ويحفظ من هذا المرض. خلوا عليكم الناس من تعليقكم البيخة، وهذا جزاء وجزاء وجزاء. قولوا فقط كلمة اللهم لا شماتة، بعد ما فيه كان جدل بين الشامتين وبين الناس اللي تأثرت بهذا الموقف.